النقطة الثانية أيضا أن المصريون في الخارج حققوا مكاسب كبيرة منذ 2013 حتى الآن، أصبح لهم تمثيل في مجلس النواب لأول مرة، وهذا ما تحقق مع دستور 2014. أصبح لهم وزارة معنية بشؤون المصريين في الخارج. كانت هناك جولات لوزيرة السيدة نبيلة مكرم لعشر دول. كان هناك جهود لسفارات الخارج، وهذا انعكس بالتأكيد في التصويت في الخارج، وانتقل أيضا إلى التصويت في الداخل، فكانت الصورة في النهاية مشرفة. صحيح.